يعطيكم العافية. اليوم بدي أشرح عن أشهر أخطاء الطلاب في كفر يوبا. الخطأ الأول، مكان الوقوف أثناء الخروج من البوابة. هاي بوابة ترخيص كفر يوبا، شايفين؟ هاي بوابة خروج منطقة كفر يوبا. الطالب بكون في أزمة طبعا، ما بكون هيك اليوم سبت وعطلة، فبكون السيارات موقفات على الزاوية هون وعلى الزاوية هناك. شو اللي بيغلط الطالب؟ بقول طب أنا وين أوقف؟ يا ابن الحلال، وقف لما يكون مستوى بوز السيارة على مستوى الحافة هيك، هذا المنظر شايفينه؟ طيب بقول لي في سيارة واقفة على الزاوية هناك مش شايف منها، ما هو إذا أنت وقف قدمت شوي لقدام عشان تكشف بعد السيارة، لاحظ عبوز السيارة وين صار؟ صار بنص الشارع، معناته أنت عارضت حركة السير من الجهتين. فعلى هاي الغلطة دائما برسبه، شو أعمل؟ ولا إشي، هدي هدي، وقف على مستوى الحافة، سيارة مغطية، بنتبه على اليمين أتأكد أنه فيش حدا، على الشمال شو بعمل؟ بمد رقبتي، مدي رقبتك لهناك كمان كمان لقد... لا تخيلي في سيارة هون، سيارة جنب الدكانة، بدك تشوفي بعدها، بتمدي رقبتك أيوة في حدا؟ فيش حدا، بنتبه كمان مرة يمين وبظني طالع، يعني لا بوقف امسك الستيرينج وسوقي، لا بوقف لا قبل حرمة الشارع ولا بعدها، بوقف بالبداية عندها بالضبط، بنتبه لليمين، بنتبه للشمال مع مدة رقبتي لقدام. أنا هيك حميت حالي من بند مراقب وانتباه والتعامل مع التقاطعات. نكمل. شو كمان الطلاب بيغلطوا؟ يا سيدي الطلاب بيغلطوا على المسارب أثناء الفحص. هذا شارع كفر يوبا كله عبارة عن مسرب ذهاب ومسرب إياب، ما فيهوش غير مسربين. هدي على البريك، شايفين هاي الزيتونات؟ هاي دائما هدي، بعدها في جوار، ترك البريك. الطالب ما بترك البريك، الطالب ما بيجمع هنا يقعد يحط غماز ويبعد عن جورة. هدي، خلي سرعتك 20-25 ومشيها على المبدأ، مشيها على المبدأ هذا 20-25، لا تثقل بريكك مع الفاحص، لأنه تثقيلة البريك عليها حساب سيطرة، تعتبر من بنود السيطرة. غماس ما نروح شمال، تخيلي سيارة طالعة من الشارع ترك البريك، فيش حد قبالك صح؟ وبوسع حواليها، هاي هذا المنظر، سيارة جنبي طالعة وأنا موسع حواليها. نيجي للوقفة هون، الطلاب بيجي بيقول له الفاحص وقف، بيجي بوقف لي هون، لا غلط، بدك توقفها لجوا، شايف في مساحة باسكورس على الأرض، وتطلع بعيد تحس الطريق باتجاهك بدون ما تتعدى على حرمة الشارع. اعملي دوران، غماس شمال ستيرنج شمال، مراقب وانتباه بالنقطة العمياء والمريد ثنتين، تركي في حدا؟ في حدا استني، مدي عينك على مستوى الأرض وتركي البريك، أيوة وصلت صح؟ صارت الحافة مبينة أسفل المراية مزبوط؟ يلا حط الريفرس ولف الستيرينج واقلبي مؤخرة السيارة بالاتجاه الآخر، يعني هاي السيارة مالت صح؟ مالت مؤخرة السيارة الشباك الجانبي مزبوط، بعكس الستيرينج. الخطأ الثاني أثناء الدوران هون، كل الطلاب أكثر الطلاب شو بغلط؟ بصير يطلع من الشباك يا عمي غلط، بدك تطلع من الشباك الأمامي من شاشة السيطرة، مش على الأرض هون، مش أسفل، على مستوى العين هون، على مستوى العين، أول ما تشوف الشارع بلش عدلي مع النظر البعيد. يلا غماز يمين، هون أنا بحكي عن منطقة كفر يوبا، في جارة على الزاوية، الطالب بفل الطالب بفل وبرو عنها، لا تفل، جارة خفيفة هي، لما تيجي تطلعها السيارة ما وقعت فيها،
وقفها على فوقيها، هي اصلا بين العجال وعلى مستوى الزاوية، وعلى مستوى الزاوية انتباه، شمال يمين شمال وانطلاق. في مقطع مهم، اول ما اشوف سيارة تدريب بلشت تلف وترجع بالشارع او سيارة بلف وبرجع بكبس الرباعي اللي هو الخطر، عشان يفهم اللي وراي انه دير بالك تتجاوز الطريق مسكرة بالكامل. الرباعي بستخدمها في حالة الطريق سكرت لا يمكن التجاوز، الغي الرباعي واطلعي، ايديكي صح، نظرتك بعيدة. الجور اللي هون طريق كفر يوبا، ترك البنزين عليها اذا ما قدرت تاخذ مسرب، تاخذ مسرب يعني تحط غماز بالضبط. واول ما تشوف الطريق فتحت بوجهك مطلوب تمشي في الطريق 50 55 45، بدك تثبت للفاحص جدارتك انه انت بتقدر تسيطر على السيارة في السرعات الوسطى، هو مش طالب منك 100 ولا 90. تمام، بنزين. هاي قبل كفر يوبا كل الطلاب بيميلوا على اتجاه الإياب، يا عمي غلط، هاي السيارة بيضة مالت، انت تركي البنزين طبعا عشان السيطرة، وبخلي الحافة قريبة من كتفي زي ما تعلمنا بعد المركبة، وبجيبها مستقيمة والحافة جنب كتفي، هاي لفة صحيحة. الخطأ الثاني الخامس اللي بقعوا فيه الطلاب، بيجي بلف اللف اليمين قص، مع انه اصولها قص، بس يا عمي حكيت لكم في سيارات واقفة هون، بدك تخلي بنزين خفيف بالله، تخلي السيارة جنب كتفك وبعدين تلف. وصلت؟ طبعا هناك في النخيل، من عند النخيل في لفة، مع اللفة في ممر مشاة تقاطع، بتوقف. شفت واحد على الرصيف، شفت حدا على الرصيف وكفيله وأشريله انه يمرق، بدك توري الفاحص انك احترمت المشاة. تمام، في سؤال؟ نيجي للخيار الثاني، اذا الفاحص ما طلب منك تروح شمال طلب منك تروح يمين. اعطيني السيارة لو سمحت شوي. اذا الفاحص طلب منك تروح على اليمين، تيجي اصلا هو بطلب قبل فترة، تيجي مسكر اقصى يمين المسرب مش على الشمال، لما يطلب منك شمال تكوني على شمال المسرب، تيجي مسكرة أقصى يمين المسرب، توجيه بوز السيارة باتجاه حرمة الشارع، يعني السيارة بوزها مايل باتجاه بداية حرف الشارع، نفس الاشي بطلعش عن حدود الشارع، شايفين؟ ما بطلع عن حدود حرمة الشارع. سيارة جاي من اليمين اطلع، لا بيخافوا، ما بيعرفوا سواقتك. تمام؟ اطلعي، بستناها، بصيرش اشي وراي وبمشي بثقة، مراي ايدين مرخياته بمكانهم الصحيح، لا تخلي ايديكي تحت بشكل الابهام، اوكي هيك، نعم بالطريقة هاي. المفروض المي اما خففت السرعة واما حطت غماز وبعدت. قدامي بني آدم بس وجهي بوجهه، أزمر له لا بنزين، أبعد عنه طب أبعد عنه معناها بس أزيح ستيرينج، لا غماز ومراي، تلفي وجهك قدامه على المراي الشمال، تحسسي بانتباهك للمراي. سيارة قدامي شو لازم أعمل؟ دور، لاحظي معي، لو قلت لك وقفي لي على اليمين بنزين روحي، في مكان او مسرب زيرو مسرب خدمات، فما يعني هو الفحص ما بطلب منك توقفي على اليمين مكان زي هيك، خلي ايديك فوق بنزين ماشي. طبعا سرعة 22 على طريق زياد عليها رسوب، هاي السرعة، السرعة هون تكون 40 45 50 20 2، رسوب طبعا بعدت عن المي كمان بدون غماز، هاي بتنحسب عليها نقطة، غماز يمين هاي زيرو، شفتي جنب الحجار مظبوط، بوقف وجسمي شو دغري والستيرنج دغري مظبوط. ندور غماز شمال، الستيرنج شمال،
مراقب وانتباه. في هون زيرو على الجهة، اطلعي اذا بتوقفي بالشارع وبتحطي الريفرس بشارع رئيسي عليها رسوب، هذا اسمه دوران مرحلة واحدة دون مع التوقف كمان تيستقيم جسمي مع نهاية الشارع. بس طلعي بالمراية الشمال بتلاقي المنظر واضح مزبوط مع النقطة العمية. في حدا؟ في قبالي سيارات. اطلع اصبر شوي هسه بمرقوا. لا امن وصلات. اطلعي اول ما العجل يلمس المسرب بعدل. صح ترك البنزين. صح زمرت للشاب الزلم اللاف وجهه عنا. التزام الحافة جنب كتفها ممتاز. لا تطلع على السيارات المقابلة، تطلع على الحافة، لأنه إذا نزلت السيارة عن الحافة هاي خروج عن مسار الطريق، ما بسمحوك عليها. طبعا اللي بيسألني التصوير من عندك كمدرب، بجاوبك انه شاشة السيطرة تاعت المدرب من اقصى اليمين لعند نص المراية نفس الاشي، يعني شاشة السيطرة تاعت المدرب وشاشة السيطرة تاعت السايق نفس الشاشة، بس انا ما بقدر اطلع على شاشتها واستعملها وهي ما بتقدر تطلع على شاشتي وتستعملها. بس اذا هي حست نفس الابعاد انا بحس بنفس الابعاد عن طريق قياس شاشة سيطرة المدرب. نيجي لهون غماس شمال ترك الداسات. والله متى بلف؟ بلف بحالتين، فيش حدا قبالي ومرايتي الشمال وصلت الرصيف في منتصف الجزيرة الوسطية. في حالة حدا قدامي إذا كان وقفتها ومايلة باتجاه الشمال بيرصبني الفاحص، لازم يكون جسمي دغري عشان الأماني على الشارع، عشان أي حدا إجا من وراي ما انتبه ما بضرب سيارتي من الجنب. طب حدا ضربني من ورا الحق عليه. هاي سيارة تدريب فاتت يمين بالنسبة له وأنا فاقد الحق الأولوية عليه، فهو بفوت وأنا رايح الشمال بيجي دوري وبفوت على منطقة الفحص. لف ورجع. هذول جمعتيهم وحفظتيهم. لما اسمع تركيل الداسات طلّه. هسه دورك انت توقفي لي اياها وتوريني كيف بدك توقفيها وكيف بدك تطلعي. تفضل. وين غماز شمال؟ مكان الوقوف صحيح بداية حرمة الشارع. لا تعملي هيك، حطي غماز شمال وانت طالعة لفي الستيرينج. تركي البريك، لفي نص لف، يلا طلعي على شاشة السيطرة. لا لفي كمان، لا تحطي بنزين بخافوا. هسه حطي بنزين بس تعدل جسمك. عوجتيها شمال. هاي اكثر غلطه بغلطوها. الطالب بيروح بيوجه باتجاه مسرب الاياب وبرد يرجع بسرعه، بس الفاحص صار ناقص صار خايف وخلص. طب فاحص حط حالك مكانه، لا بيعرفك ولا بتعرفه، اول مره تركب جنبه تعمل فيه هيك حركه، بدي مد ايده على الستيرنج ويعصب وحط قرار رسوبك براسه. فهاي اشهر اخطاء الطلاب فعلا اللي عملتيها الآن، هاي إنها حفت السيارة. ليش؟ لأنك جيت طلع على الشباك الجانبي وما بيفيدك بالسيطرة. مزبوط. يلا روحي مشيها بحنية، إيديك صح، ما في بنزين عنزول، لنزول دائما لمسات بريك خفيفة. في حالة حسيتها السيارة صارت ثقيلة مبين بدها بنزين بحط لها، أما بتحطي بنزين عنزول